اللقاء هذا. هذا اللقاء تي عندنا دولة فرنسا حاضرة معنا بجوج ديال الجمعيات من فرنسا، كذلك حاضرة معنا دولة بلجيكا بجمعية واحدة. إذا هذا المنتوج اللي احنا جبناه للمغرب، بغينا المغرب كامل ياخذ بحال هذه المبادرات هذه ويعطينا واحد الصورة جميلة للرياضة. إذا عندنا خمسة ديال ستة ديال الحكام دوليين، كل حكم دولي كيشرف على أرضية، زائد عندنا تكنيسيان سبيسيال خاص بالماتريال، وكذلك عندنا ديزاربيت ناسيونو اللي تيسيروا المقابلات. الحمد لله كنتمنى الناس اللي جاونا من جميع انحاء المملكه المغربيه، لا من الصحراء المغربيه ولا من الشمال ديالنا ولا من الغرب ديالنا ولا من الجنوب، كل شيء حاضر، كل شيء جا باش يساهم في هذا النشاط الدولي الرياضي المحض. وبهذه المناسبه هذه كنحيي الابطال والبطلات، كنحيي اولياء الامور كيف كتبعوا معنا القاعه مليئه على الاخر ديالها بالجمهور المتتبعين، وهذا شيء يعني مهم. وما ننساش الشكر الجزيل للسلطات المحليه اللي تا هي واقفه معنا على قدم وساق، ما فيها رجال ديال الامن، رجال القوات المساعده، اللي زان في رمي حاضرين معنا، يعني جميع المكونات اللي كنحتاجوها انها تنجح لنا النشاط هي حاضره معنا اليوم. وتنتمنى ان النشاط يدوز في جميع في التوقعات اللي حنا راسمينها، والحمد لله بوغ لانستو حنا غاديين بواحد الشق تصاعدي باش النشاط يكمل على احسن وجه، ونتمنى التوفيق للجميع. اولا كنشكروا الجمعيه الرياضيه على هذا التنظيم المحكم، وكنباركوا للناس ديال تماره والناس العائله الكبيره ديال التايكواندو بالمدينه هذا المولود الجديد. اولا كنشكرهم على التنظيم المحكم الاول من نوعه في مدينه تماره، بهذا الاحكام، بهذه التقنيات، الواقيات الرقميه بجوده عاليه، الحكام من الدرجه الرفيعه، حكام دوليين، حكام وطنيين اللي كيشرفوا على المباراه. واهم معيارين انجاح اي تظاهره رياضيه خاصه في رياضه التايكواندو هو الواقي الالكتروني والحكام، والحمد لله متوفرين هادو الحكام بقياده الحكم الدولي السي الوردي، وكنشكرهم بزاف على هذه الاستضافه. وهذه دافعه ورافعه قويه للتايكواندو بمدينه تماره والتايكواندو المغربي بصفه عامه. وكنباركوا مره اخرى للجمعيات، جميع جمعيات تماره المشاركه في التنظيم، وكنتمنوا حق موفق للجميع. انا كندير مدرب ديال المنتخب الوطني الفرنسي للشبان، واليوم حاضر بواحد الفريق في هذه البطوله الدوليه اللي كينظمها سي مصطفى، اللي هي في المستوى، والحمد لله حاضر بالنادي ديالي اللي كيتواجد في بواسي لا ريجون باريزيان، حاضر بواحد سبعه العناصر اللي باش نعطيو واحد النمط ديال اللعب لهاد البطوله. الحمد لله الامور تتمشى مزيان، ونتمنى ان شاء الله هاد البطوله تكرر بمستوى اكثر، ونحاولوا ان شاء الله نحضروا بعناصر مغربيه اصل مغربيه، حيت الدراري ديالي جبت واحد تقريبا 80% ديال لي ماروكان ريزيدون فرانس، نحاولوا ما امكن نوريهم انه بلادهم ونحبب لهم بلادهم. وهذا راه شرف لنا ان الدراري اللي ما كيجيوش للبلاد جبناهم، والحمد لله الامور غاديه مزيان، وكنشكركم على هذا الترحاب. شكرا. حنا جينا باش نشاركوا في هذا الدوري الدولي بمدينة تمارة، اللي صراحة دوري كبير مزيان، تنظيم في المستوى، كل شيء غادي مزيان، الحكام كذلك ما نساوش باللي غاديين في واحد كرو سكسي هنا في المغرب. حنايا من بلجيكا جينا مع المتبرين ديالنا، صراحة الدوري كبير بزاف، مستوى تنظيم مزيان، مستوى ديال المتبرين كذلك ما يخفاش على الجميع باللي في المغرب مستوى زوين ديال المتبرين. احنا جد سعيدين بهذا التنظيم الجيد جدا. كما ننساوش السلطات المحليه، الشكر ديالنا السلطات المحليه اللي استقبلونا استقبال جيد جدا، واستقبال المنظمين كذلك. نتمنى في النسخه المقبله العام الجاي ان شاء الله تكون نسخه كبيره اكثر من هذا الشيء، يكونوا دعم من السلطات المحليه، وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.